الراجل اللي في الصورة قدامكم دوت اسمه أو شهرته أليتشابو، المهم يعني بيعتبر واحد من أكبر تجار الممنوعات على مستوى العالم. الشرطة المكسيكية بعد ما قدرت إن هي تقبض عليه في النهاية كان هرب من السجن بطريقة أو بحيلة ذكية جدا. باختصار كده، أول ما الشرطة دخلت الزنزانة بتاعته واكتشفوا غيابه منها، كانوا بدأوا يفحصوا المكان بدقة عالية جدا، خصوصا إن مفيهوش أي تكسير أو شبابيك أو أي منافذ تساعده على الهروب. وقتها دخلوا الحمام بتاع الزنزانة ولاحظوا إن القاعدة محطوطة جواه منظر وما هياش متثبتة أو مكانها أو حاجة. ولما شالوها من مكانها لقيوا بير نزلوا جواه، لقيوا نفق طويل جدا وكان فيه موجود عربية حديد متثبتة على موتوسيكل، ودي طبعا اللي استخدمها أليتشابو علشان يوصل بيها لآخر النفق. ولما الشرطة وصلت لآخر الممر ده كان اكتشفوا ان هو فوق منه بيته، ده بيرجع او بيمتلكه ولاد أليتشابو، وطبعا هم كانوا اشتروه مخصوص علشان ده اقرب مكان للسجن واللي من خلاله هيقدروا يهربوا والدهم. والغريب انهم قدروا يحددوا مكان ابوهم جوه السجن من خلال ساعه هم ادوها له، كان مزروع جواه جهاز جي بي اس صغير. وطبعا بعد ما محاوله الهروب دي خدت لها سنه ولا سنه وشويه، كانت قبض برضه على أليتشابو، بس المره دي ولاده كانوا شرفوا معاه، اهم يعني ونسوا بعض في السجن وخلاص. وفي النهايه لو عجبك الفيديو قدم لنا الدعم الكافي من وجهة نظرك. سلام.